بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات الووتر تريتمنت تكنولوجي. المحاضرة بعنوان Impurities in Water، طبعا يعني هي الملوثات الموجودة في المياه، أو نقدر نقول العناصر الدخيلة الموجودة على عنصر المياه كعنصر نقي. لو احنا بنتكلم عن المياه كH2O، ايه بقى المكونات اللي موجودة داخل هذا العنصر النقي وتمثل عناصر دخيلة أو بتمثل ملوث للماء؟ فبالتالي البوليوشن هو البيور ووتر زائد الامبيوريتيز دي. طيب تعريف الامبيوريتيز ايه؟ ان البريزنس اوف امبيوريتيز يعني وجود العناصر الدخيلة دي في المية بكميات معينة وبنتشر معين بطبيعة معينة بتحد من استخدام المية في استخدامات معينة. بمعنى ان بعض العناصر الدخيلة دي لو زادت عن حد معين ممكن المية تصبح غير صالحة للشرب. يبقى في الحالة دي اسمها الامبيوريتيز، ان الامبيوريتيز لو وجدت بكمية وكيفية معينة في المية هتحد من استخدامها لأغراض محددة. الووتر تريتمنت زي ما عرفناه قبل كده هو process of reduction or removal of impurities، يعني هو عمليات بتتم لخفض الامبيوريتيز اللي موجودة في المية أو إزالتها بالكامل. خفضها لحد فين؟ خفضها لحد الاكسبتابل concentrations اللي بتبقى مناسبة للستيتد يوزج، للاستخدام المحدد لهذه المياه. الامبيوريتيز ان ووتر بتبقى موجوده في ثلاث اشكال: سسبندد بارتكلز وكولويدز وديسولفد سوليدز. يبقى عندنا ثلاث اشكال: سسبندد بارتكلز وكولويدز او كولويدال بارتكل وديسولفد سوليد، زي ما احنا شايفين كده ثلاث انواع. السسبندد بارتكلز دي اللي هي كبيره في الحجم، اللي هي فيري لارج بارتكلز، والديسولفد دي اللي هي جسيمات متناهية الصغر وصلت لدرجة انها تبقى ايونز، تبقى ذائبة في المية. dissolved معناها ايه؟ solids دي ذائبة جوه المية. يبقى انا عندي two border اهم، ال very large particle وال dissolved solids اللي هي عبارة عن ايونز او molecules موجودة كعناصر ذائبة في المية. فيما بينهما الكولويدال بارتكلز. طيب نشوف يعني ايه لارج. لارج لحد فين؟ فيري لارج بارتكلز دي سسبندد سوليد اللي هي بنعتبرها فيري لارج بارتكل دي بتبقى لحد 10 مايكرون، يعني لحد 10 مايكرون بنقول عليها فيري لارج بارتكل، يعني اكبر من 10 مايكرون نقول نعتبرها فيري لارج بارتكل. طيب من 10 مايكرون لحد 10 نانو، يعني واحد من 100 من الميكرون، دي كولويدال بارتكل، والديسولفد بتبقى اللي هي الاقل من 10 من اقل من 10 نانو. خلاص يبقى التصنيفه ان احنا بنعتبر سسبندد بارتكلز اللي هي فيري لارج بارتكل اللي هي اكبر من 10 مايكرون، والايونز او المولكيولز اللي هي بتمثل الديسولفد سوليد دي اقل من 10 نانو، ومن 10 مايكرون ل 10 نانو دي كولويدال بارتكل. هنعرف يعني ايه كولويدال بارتكل، يعني هل كولويدال بارتكل دي سسبندد ولا ديسولفد؟ ده هي سسبندد بس لها خصائص معينه هنتعرف عليها في الشرائح القادمه. نبص كده على السبيكترم ده بيحدد لي السايزز بتاعت الامبيوريتيز الموجوده في الميه، الامبيوريتيز او البليوتنت الموجوده في الميه. السايز بتاعها زي ما اتفقنا اهوت بتبقى من 10 نانو فيما اقل ديسولفد، من 10 مايكرون فيما اعلى سسبندد، فيما بينهما دي كولويد بارتكل. بالنسبه للسسبندد سوليد والكولويد بارتكل دي بتترسب، يعني انت لو ثابت فتره معينه بيحصل لها سيبريشن على الميه عن طريق الترسيب.
فلو تخيلنا ان في وعاء فيه السسبنشن ده، بنقيس مده السسبنشن لواحد متر، مده السيتلمنت في واحد متر، يعني مده ترسيب البارتكلز دي في مسافه راسيه بتساوي واحد متر، ونشوف مدتها قد ايه. فلو البارتكل سايز اللي عندي 10 ملم، 10 ملم يعني تقريبا 1 سنتي، بتاخد حوالي ثانيه عشان تترسب في الميه في عمق قدره 1 متر. لو البارتكل سايز 1 ملي بتاخد 10 ثواني، وهكذا. كلما صغر السايز بتاع البارتكل كلما زاد التايم اللازم لترسبه في 1 متر، لدرجة ان هي لو وصل لعشرة أس ناقص أربعة مليمتر بيحتاج سنتين عشان يترسب في المتر ده. دي طبعا نتيجة دراسات. برضو السبيكترم ده بيحدد لي شوية حاجات كده عن نوعيات الامبيوريتيز الموجودة في الماء. فهنا ده التكنيكال ديفينيشن بتاع الملوثات الموجوده في الميه. فزي ما اتفقنا ان هي عباره عن ثلاث حاجات: سسبندد سوليد او مولكيولز اللي هي بنعتبرها ايونز، وفيما بينهما هم الكولويدز. طيب ايه بقى الملوثات بتقع في الاحجام دي؟ لو احنا شفنا كده الفيروس بيقع في الحجم بتاع الكولويدر بارتكل فيما اقل، يعني او هو يعتبر واقع في الحجم بتاع الكولويدال بارتيكل سايز رينج، تمام. البكتيريا طبعا هي اكثر حجما من الفيروس، الالجي الطحالب، لو الساند والكلي برضو بيبقى واقع هنا في مرحله جزء في مرحله الكولويدال بارتيكلز ومرحله السسبندد سوليد وهكذا. يبقى دي الملوثات الموجوده في الميه، وتصنيفها هي سسبندد سوليد ولا كولويدال بارتيكلز ولا مولكيولز. طبعا هنا بعض التعريفات بقى في الميثود اوف سايز اناليسيس، ازاي بحدد السايز بتاعها. لو الحجم كبير قوي كسسبندد سوليد بحجم معقول ممكن استخدم طريقه السيفنج اللي هي عمليه المناخل، لو اقل من كده بيستخدم الميكروسكوب، وطبعا في الطرق الضوئيه اللي بتستخدم في الكولويدال بارتكلز اللي هي اوبتيكال ميكروسكوب، او ممكن الاوبتيكال اللي هي النوفلومتريك ميثودز اللي احنا هنتعرف عليها بعد شويه. ده الريموفال سيستم برضو المقترح. لما بتبقى سسبندد سوليد كبيره الحجم ممكن عن طريق الجرافيتي سيبريشن انها تترسب بشكل طبيعي، انما لما بتبقى واقعه في مجال الكولويدر بارتكلز ممكن بقى ايه، بنلجا لا اما للتراديشنال ميثود اللي عن طريق الكواجوليشن والفلوكيوليشن والسيديمنتيشن اللي هي الطرق التقليديه التراديشنال العاديه، او عن طريق الالترا فلتريشن. لما بتبقى السوليدز دي على هيئه مولكيولز او ايونز بستخدم الطرق التحليه بقى، طرق التحليه زي ريفرس اوسموزيس مثلا، او الطرق الثيرمال او الاكتيفيتد كربون عشان يمتز بعض المواد. خلاص زي ما احنا شفنا من الفكره اللي فات كده، الكورس بارتكل هي سهله او انها تتشال او يحصل لها ريموفنج عن طريق السيتلمنت او الفلتريشن. الدي سولفيد محتاجه فيزيكال تريتمنت زي الالترا فلتر، زي سوري الار او، او ممكن الطرق الحراريه زي الثيرمال عن طريق التبخير ثم التكثيف، ده بيعمل عمليه فصل للمواد الذائبه عن الميه، او فصل للميه عن المواد الذائبه. وثالث حاجه بقى اللي هي الريموفال اوف كولويدال بارتكل، هي المين اوبجكتيف بتاع الناس اللي بتشتغل في درينكينج ووتر. يبقى درينكينج ووتر مشاكله ان الميه المصدر اللي عندي محتويه على الامبيورتيز على هيئه كولويدال بارتكلز. كولويدال بارتكلز اوريدي موجوده في الميه على هيئه الاورجانيك ماتر اللي هي المواد العضويه الموجوده في الميه، سواء طبعا ده في حاله الميه اللي هي الويست ووتر او السيويج، بتبقى من 50 ل 70% من الاورجانيك ماتر على هيئه كولويدال بارتكل. في الووتر تريتمنت التربيديتي اللي عندي، التربيديتي اللي هي بتسبب عكاره وعدم روقان للميه، دي بسبب وجود كولويدال بارتكلز. الفيروس نفسه والبكتيريا والالجي ده يعتبر في الرينج بتاع كولويدال بارتكلز زي ما احنا شفنا من
طيب ايه تأثير الكلويدال بارتكلز دي اللي هي مزعجة جدا، وبعتبرها ده التحدي بتاع معالجة مياه الشرب، لان هي طبعا هي بتسبب العكارة واللون. يعني هي ممكن في حدود معينة ما تبقاش ضارة، ولكن هي بتسبب عكارة ولون، فبالتالي ما بتبقاش المية في خصائصها الطبيعية، او ما بتبقاش مستساغة. يبقى اول حاجة انها بتسبب كلر او بتسبب تربيديتي. هي بتتميز او بتختص هذه البارتكلز ان السيرفيس اريا بتاعها، نسبة السيرفيس اريا تو فوليوم كبيرة، فبالتالي السيرفيس اريا لما بيكون كبير بيبقى يعتبر سينك للتوكسيك ماتر، يعني يعتبر حاجة ممكن تمتص المواد السامة زي الهيفي ميتالز مثلا اللي بتبقى موجودة في المية، زي مثلا الفيروس. برضو لها بعض النواتج هارمفول باي برودكت، لما يحصل اوكسيديشن بيحصل، بتبقى بعض النواتج الناتجة عن الاوكسيديشن نتيجة المواد اللي هي دخلت جواها او امتصت جوا البارتكلز دي، بتحاول تظبط عملية الديس انفكشن. طب هي علاقتها ايه بالديس انفكشن البارتكلز دي؟ لان الكائنات الحية الدقيقة بتحتمي بالبارتكلز دي، بتعيش عليه. فيعني زي ما بنقول، لو احنا قدرنا نشيل جزء كبير قوي من كلويدال بارتكلز يبقى احنا نجحنا بجزء كبير جدا من عملية الديس انفكشن. الديزانفكشن هو التخلص من الكائنات الحية الدقيقة، لسه هنتكلم عنها فيما بعد. لما احنا دلوقتي بنتكلم على مشكلة البارتكلز الموجودة. طيب الكلويدز بتسبب ما يسمى ستيبل سسبنشن. يبقى مشكلة الكلويد انها بتسبب او بتنتج ستيبل سسبنشن. يعني ايه ستيبل سسبنشن؟ كلمة ستيبل معناها ان عملية السيبريشن صعبة، عملية الترسيب صعبة، لأن هو سسبنشن مستقر، يعني هيفضل سسبنشن كده على طول. طيب هو ليه ستيبل؟ لأن الجرافيتي فورس ما بتبقاش كافية على إن يحصل سيديمنتيشن، لأنها بارتكلز متناهية قوي في الصغر، فالجرافيتي فورس بتاعتها تكاد تكون منعدمة. فلذلك هي بتحتاج إلى سبيشال تريتمنت. السبيشال تريتمنت دي ان انا اقدر احول الاستيبل سسبنشن الى انستيبل سسبنشن، او اعمل ما يسمى بعمليه ديستابلايزيشن. يبقى الديستابلايزيشن هي عمليه تحويل السسبنشن اللي عندي من ستيبل لانستيبل. الديستابلايزيشن دي اللي هي نفسها عمليه الكواجيوليشن اللي احنا هنتعرف عليها فيما بعد كعمليه اساسيه في عمليات المعالجه. كولويدال بارتكلز بتتقاس بطريقه ضوئيه. البيست ميثود لتحديد كميتها هي الطريقه الضوئيه. الطريقه الضوئيه بمعنى ايه؟ معناها ان انا اسلط على الميه شعاع ضوئي، لما بيتصادم بالكلويدال بارتكلز بيحصل له سكاترنج. لما يحصل سكاترنج اقدر اشوف كميه الضوء اللي حصل لها سكاترنج، الانتنسيتي بتاعتها بتتناسب مع كمية الكولويدال بارتكلز اللي تصادمت بيها. فبالتالي النفلومتريك ميثود هي من أفضل الطرق لقياس كثافة الكولويدال بارتكلز اللي عندي اللي هي مسببة العقار. عشان كده بتحدد يعني كمية الكولويدال بارتكلز دي اللي بتحدد التربيديتي اللي هي العقارة. فإذا العقارة بتتقاس بطريقة نيفلومتريك، وبالتالي بتبقى وحدة قياسها اسمها نيفلومتريك تربيديتي يونت اللي هي اختصارها NTU. NTU اللي هي وحدة عقارة ضوئية. وبتفضل طبعا الطريقة الضوئية لأن هي بتفرق ما بين السوليوشن وما بين السسبنشن. يعني السوليوبل ماتيريال ما بيحصلش سكاترنج، لأن هي soluble material ده بيعمل absorb لللايت، ما يحصلش scattering، ما يعملش reflection. فبالتالي اللي بيعمل فقط هو الجزء بتاع suspension. فعشان كده هي من الطرق المحببة لقياس التربيديتي particles intensity. الكولويدز في منها نوعين، لو جينا نصنفها في نوع اسمه
هيدروفوبيك كلمة فوبيك اللي هي يعني كاره لحاجة، وهيدرو يعني مية، فإذا هيدروفوبيك يعني كاره للمياه، ووتر هيتنج، وهيدروفيلك اللي هو ووتر لافينج أو بيحب المية. إيه الفرق اللي بينهم؟ طبعا أنا عندي في الحالتين الكلويدال بارتكلز دي مسببة مشكلة، مسببة سسبنشن. في حالة الهيدروفوبيك الديسبيرشن اللي حاصل ده، ديسبيرشن اللي هو انتشار كلويدال بارتكلز في الميه، ما هو كلمة سسبنشن معناها ايه؟ ان السوليدز منتشرة بشكل كويس في الميه فمش ناوي يترسب. طب الديسبيرشن اللي موجود في حالة الهيدروفوبيك ده بسبب الالكتروستاتيك ريبالشن. يعني ايه؟ يعني الكلويدال بارتكلز الهيدروفوبيك بتبقى نيجاتيفلي تشارجد، بتبقى مشحونه بشحنه كهربائيه سالبه، وبما ان هي مشحونه بشحنه كهربائيه سالبه يعني متشابهه، هيحصل ريبالشن فورس، يعني هيحصل قوه تنافر ما بين البارتكلز وبعضها، فبالتالي هتبقى منتشره في الميه. يبقى سبب الانتشار في الميه هو الالكتروستاتيك ريبالشن، وبتبقى السسبنشن في الحاله دي مستقر او غير مستقر ديناميكيا، وبالتالي هو الريفرسبل. يعني ايه الريفرسبل؟ يعني احنا لو سيبناها فتره طويله من الزمن هيحصل ترسيب. تمام. طيب نيجي بقى للهيدروفيلك، برضو في ديسبيرشن، يعني كلويدال بارتكلز مسببه مشكله ان هي ديسبيرسد في الميه ومش ناويه تترسب، بس هنا سبب الديسبيرشن هو انجذاب الجسيمات للميه، لان الميه زي ما قلنا البارتكل دي ووتر لافينج، يعني بتحب الميه فملتصقه بالميه. يبقى الاولانيه كان سبب الانتشار ان البارتكلز بتتنافر، فبالتالي لا يمكن ان هي هتتجمع مع بعضها وحجمها يزيد او وزنها يزيد وتترسب. انما الثانيه الهيدروفيلك منتشره بسبب ان هي ملتصقه بجزيئات الميه، الحبيبات الصغيره او جسيمات صغيره ملتصقه بجسيمات الميه. ده الفرق ما بين الهيدروفوبيك والهيدروفيلي. في طرق المعالجه بتاعت، او لما نيجي نتكلم عن الووتر والوست ووتر تريتمنت، بنتكلم على هيدروفوبيك، بتبقى الكلويدز اللي عندنا غالبيتها هيدروفوبيك في الغالب، انما بيبقى فيه جزء برضه هيدروفيلك، انما في الغالب اللي احنا بنتعامل معاه الهيدروفوبيك، اللي هو مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو البارتكلز متشابهه في الشحنه، فبالتالي عامله عمليه ديسبيرشن او عامله عمليه انتشار ومخليه السسبنشن اللي عندي في حاله استابيليتي. ولكن زي ما اتفقنا ما هوش كومبليتلي هيدروفوبيك، في جزء منه هيدروفيليك. انما الاستابيليتي اللي موجوده مبدئيا بسبب مين؟ بسبب السيرفيس تشارج. طالما موجوده بسبب السيرفيس تشارج يبقى انا بعتبرها هيدروفوبيك. الكولويدال بارتكلز ستي از سمول بارتكلز، يعني هي بتفضل موجوده في الميه كسمول بارتكلز. طب وهي ممكن البارتكل تكبر امتى؟ لو البارتكلز اتجمعت مع بعضها. طول ما هي ما بتتجمعش مع بعضها هتفضل stay as small particles. طيب ليه هي هتظل كده صغيرة الحجم ما بتتجمعش؟ لأن هي بتحمل شحنات سالبة متشابهة. تمام. بنأكده. طيب علشان بقى أخليها ما تفضلش صغيرة، يبقى لازم البارتكلز دي تتجمع مع بعضها. هي اوريدي البارتكلز موجوده بسايز معين، بس انا لو جمعت البارتكلز دي مع بعضها حجمها هيزيد وزنها هيتقل تقدر تترسب. طب هي ما بتتجمعش بسبب انها بتحمل شحنات سالبه متشابهه، يبقى اذا انا لو حيدت الشحنه دي قللتها اضاءت على الشحنات الموجوده بين البارتكلز دي هتقدر البارتكلز دي تتجمع مع بعضها وتكبر وتترسب. عمليه الكواجيوليشن هي احدى البروسيس في عمليه المعالجه اللي هي بتحدث عمليه ديستابلايزيشن، بتخلي المحلول عندي ما هوش ستيبل،
مهوش مستقر. ليه؟ لأن هو بيبقى مستقر لما بتبقى البارتكلز محتفظة بالتباعد النسبي ما بينها وبين بعضها، إنما أنا عاوزها ما تتباعدش، أنا عاوزها تقرب من بعضها، فإذا هعمل عملية الديستابلايزيشن دي. كاتيونيك كوجولانت، كاتيونيك معناها إنها بتمد السوليوشن أو بتمد السسبنشن ده ببوزيتيف إلكتريك تشارج. يبقى كلمة كواجيولانت دي المادة الكيميائية اللي هتديني بوزيتيف إلكتريك تشارج. تديني فين؟ في المية اللي فيها سسبنشن أو فيها سسبندد سوليد أو كولويدال بارتكلز بتحمل شحنات سالبة. يبقى أنا عندي مية فيها كولويدال بارتكلز تحمل شحنات سالبة، هضيف لها مواد اسمها كواجيولانت هتمد المية ديت بشحنات موجبة. طبعا لما أجي أحط المادة ديت يلزمها ما يسمى بالرابيد ميكسينج او خلط سريع عشان يحصل انتشار لمادة الكواجيولانت في المية علشان تعادل الشحنة السالبة بتاعت مين؟ بتاعت الكولويدال بارتكلز. بس احط في اعتبار كويس جدا ان انا ما اعملش اوفر دوز، ما احطش ما بالغش في اضافة الكواجيولانت ده، لان هو ممكن يعمل ريستابلايز للكولويد تاني لو انا ضفت الكواجولانت دي بكميات اكبر، لان انا عاوز اضيف شحنات موجبه بالكاد تعادل الشحنات السالبه اللي بتحملها الكولويد بارتكلز. ما عكسش بقى الموضوع ان انا اضيف شحنات موجبه اكتر من اللازم، برضو هتبقى المحصله واحد، هينتج عنه ستيبل سسبنشن. يبقى اذا الاساس في ان انا اعمل effective coagulation ان انا افهم كويس جدا الكولويدال بارتكلز دي بتتفاعل مع بتتعامل مع بعضها ازاي. فلو احنا بصينا كده يعني ده برضو نفس الكلام اللي فات، بس يعني ندعمه ببعض الاشكال طبعا اللي احنا مستعينين بها من بعض الريفرنس، ان البيهافيور بتاع كولويدال بارتكلز ان ووتر بيتأثر بشكل كبير بالالكتروكايناتيك تشارج. يعني الشحنات اللي بتحملها كل بارتكل بتأثر بشكل كبير جدا على البيهافيور بتاع الكولويدال بارتكلز. بيهافيور يعني ايه؟ يعني هل الكولويدال بارتكلز دي ممكن تتصادم مع بعضها او تتلامس بحيث انها تتجمع ولا لا. This like charge cause adjacent particle to repel. طبعا هيخلي الشحنات المتشابهه دي هتخلي ان البارتكلز اللي جنب بعضها هتتنافر، هيبقى في هنا قوه تنافر زي ما انتم شايفين كده. يبقى اذا التشارجد كولويد تند تو ريمين ديسكريت. يبقى طول ما الكولويد البارتكلز دي مشحونه هيحاول يحافظ عليها منفصله او متباعده عن بعضها. من ناحيه ثانيه لو الشحنه دي الموجوده بين البارتكلز منعدمه اليمينيتد او ضعيفه، لا اما منعدمه لا اما ضعيفه، بتلاقي قوه التنافر يا اما تكون منعدمه يا اما تكون ضعيفه. يعني هنا في قوه تنافر بس ضعيفه، وهنا تكاد تكون منعدمه، فبالتالي هيقدر ان البارتكلز دي تتلامس مع بعضها وتتجمع مع بعضها، فبالتالي بقت كانها ايه؟ كانها بارتكل واحده وزنها كبير تقدر تترسب. هنا ببقى برضو حريص على ان انا اعرف السيرفيس بوتنشال بتاع البارتكلز ده، لو هو عالي يبقى فيه الريبالشن ده بيبقى سترونج وبيبقى محتاج الكواجيوليشن قوي عشان يتغلب عليه. لو البارتكلز دي مشحونه بشكل ضعيف السيرفيس بوتنشال بتاعها قليل، يبقى البارتكل دي ممكن ان هي تتجاور مع بعضها او تتلامس مع بعضها، وبالتالي تقدر تعمل ستيك او تلتصق ببعضها وتكون بارتكل كبيره وتتنفس. هنوصل كده للريجن اوف درينكينج ووتر. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في الجزء اللي فات ده على الامبيوريتيز الموجوده في الميه، وعرفنا ان الامبيوريتيز لما احنا شفنا السبيكترم كده هو جواه الميه بتحتوي على امبيوريتيز. الامبيوريتيز دي ممكن تكون سسبندد سوليدز يعني مجرد جسيمات عالقة، وممكن تكون كائنات حية دقيقة زي ما احنا شفنا في فيروس وفي بكتيريا وفي كلام من ده. احنا دورنا في المعالجة في معالجة مياه الشرب لنا
أهداف. إيه أهدافنا بقى؟ أو إيه اللي بيخلينا نفكر في المعالجة أساسا، نفكر في معالجة مياه الشرب؟ إن موجود عندي ووتر بورن ديزيز، يعني عندنا في كائنات مسببة للأمراض، أو في مواد موجودة في المية تسبب الأمراض. إن الووتر is an appealing، إن الووتر غير مستساغ. غير مستساغ لمين؟ للكونسيومر. يعني انت لو جبت الروتر جبته من الترع او من ميه النيل او من الكلام ده كله، هتلاقيه ميه عكره، لونها غير طبيعي، غير كلير، فبالتالي هيبقى غير مستساغ، ممكن تلاقي فيها ريحه وطعم، يبقى هي هتحتوي على كلر وتست اودر، يعني فيها لون وطعم وريحه، في حين ان الميه المستساغه المعروفه ان لا، عديمه اللون والطعم والريحه. طيب يبقى احنا عاوزين ميه كلين اند كلير. كلين يعني خاليه من اي مواد ضاره، وكلير ان هي تبقى متمتعه بالخصائص دي، لا طعم ولا لون ولا رائحه. اهدافنا في معالجه مياه الشرب، الاهداف الرئيسيه هو ان انا انتج بوتابل ووتر. يعني ايه بوتابل ووتر؟ البوتابل ووتر تعرفها ان هي ووتر، هي ميه كيميكالي وبيولوجيكالي سيف، ان الناحيه الكيميائيه من التحليل الكيميائي والتحليل البيولوجي بتاعها اللي بيتم في المعامل ككواليتي كنترول بتبقى سيف، سيف فور هيومن كونسامبشن، يبقى دي بسميها بوتابل ووتر، ان جميع التحاليل الكيميائيه والبيولوجيه قالت ان هي سيف. سيف يعني ايه؟ يعني ان هي في الرينج المسموح به طبقا ل الستاندرد اللي انا شغال عليه، وليكن قرار وزير الصحه والسكان. فبالتالي يبقى دي اول نقطه، ان هي تعريف ان انا انتج بوتابل ووتر، وان هي طبعا تبقى فري من الان بلازنت تيست واودر، ما يبقاش لهاش طعم وريحه. طيب يبقى عندنا حاجه ثانيه اسمها بليتابل ووتر. بليتابل ووتر هي ميه مستساغة ولكن غير آمنة. يعني إيه؟ يعني ممكن مية بتتوفر فيها جميع شروط الاستساغة، ملهاش طعم، ملهاش لون، ملهاش رائحة، ولكن جواها عناصر ذائبة ضارة، يبقى دي اسمها البليتابل. يبقى هي البليتابل ووتر تعرفها، هي ووتر ممكن تكون بليزنج، بليزنج يعني محببة، شكلها حلو يعني كمنظر كويسة، بليزنج تو درينك، يعني كويسة أوي إن أنت تشربها، لما تشوفها كده تقول ده مية جميلة جدا، بط ما هي السيف، ممكن ما تبقاش سيف. البوتابل ووتر ممكن العكس، البوتابل ووتر هي سيف بس أحيانا ممكن ما تبقاش مستساغ. يعني بوتابل ووتر هي مياه آمنة وقد تكون في بعض الأحيان مش مستساغة أوي، يعني لها بعض ريحه شويه، لها حاجه بس وزن الرينج. يبقى اذا من اهداف تصميم محطه المياه ان هي تنتج الحاجتين، انها تبقى بوتابل وبليتابل. تبقى بوتابل يعني مياه امنه، وبليتابل يعني تبقى، دي برضو بيلخص الايه الاوبجكتيف، سيف ووتر، ابيلينج يعني مستساغ، برودكشن اوف ووتر يوزنج فاسيلتي، المفروض ان هي برضو عينينا دايما على الكوست، احنا كمهندسين دايما بنفكر في الكوست، علشان انتج حاجه زي ما اتفقنا اهو، بينتج ميه بتخضع لسلسله من المواصفات القياسيه ويز ريزنبل برايس. ما اقدرش انا اقعد احط اوبشنز كتير قوي في المعالجه بدون داعي تزود التكلفه. دي اوفر فيو كده على عمليات المعالجه اللي ممكن تتم في محطه ميه، كيعني عصف ذهني كده عشان ان شاء الله نبدا فيها من المره الجايه في مراحل المعالجه ستيب باي ستيب. بيبقى عندي السيرفيس ووتر، احنا اتفقنا ان الابلكيشن اللي احنا بناخده في معالجه الميه هو معالجه مياه الشرب، والمصدر هي مياه سطحيه عذبه. خلاص احنا خدنا في المقدمه ان معالجه الميه دي حاجات كتير جدا، ممكن بعالج ميه صرف صحي وبيبقى الغرض منها فقط ان هي يعني تبقى مصرح بها ان هي تتصرف على المجاري المائيه. يبقى الروتر عندي مياه صرف صحي، التارجت بتاعي او البرودكت
هو مياه صرف صحي برضو بس صالحة انها تصرف في المجال المائي. مثلا عندي في من الناحية التانية خالص ان انا ممكن في بعض الأجهزة الطبية او بعض التطبيقات الصناعية زي الغلايات والكلام ده بتبقى مية الشرب نفسها ما تصلحش للأجهزة دي، فبتبقى الروتر عندي هي مية الشرب وبعمل عليها عمليات إضافية عشان احولها لمية فائقة الترشيح مثلا علشان اقدر استخدمها في الاجهزه دي. فاذا عمليات المعالجه بتختلف على حسب الميه اللي داخله لي ايه واللي انا عاوز انتجها ايه. التطبيق بتاعنا اللي احنا هنكمل فيه المحاضرات انا بتكلم على ميه شرب، الميه اللي داخله لي هي مياه سطحيه عذبه، سطحيه يعني جايه من سطح الارض، وعذبه يعني نسبه الاملاح اللي فيها في الحدود المسموح بيها او في التصنيف اللي هو تعتبر مياه عذبه اللي هو اقل من 1000 بي بي ام. فبالتالي المياه السطحيه العذبه اللي عندنا هنا في مصر لو اتكلمنا في مصر بتبقى هي ميه النيل وفروعها اللي هي فروع النيل او الترع. السيرفس ووتر سبلاي بتبقى احد فروع ميه النيل او احد الترع. بتيجي طبعا الميه دي بتبقى محمله بالايه بالملوثات الكبيره زي افرع الشجر مثلا، زي اي ملوثات بتترمى في الميه. طبعا الملوثات دي ممنوع انها تدخل عند المحطه لان هي اول ما تدخل المحطه تبدا تتعامل مع ماشينري، مع الات زي الروتر بامب، فالكلام ده لو دخل ممكن يأذي الماشينري. فلازم اعمل سكرين في الاول عن طريق حاجه اسمها الانتيك بتحتوي على سكرينز بتحجز للحاجات التقيله دي. بعد كده نلاحظ ان في حاجه اسمها رابيد ميكسينج اللي هيتضاف فيه ماده الكواجولانت اللي هي هتزود الروتر بالايونات الموجبه عشان تحيد الشحنه او تعمل عمليه ديستابلايزيشن للسسبنشن. بعد كده الفلوكيوليشن البارتكلز اللي اتحيدت شحنتها دي هدي لها فرصه انها تحصل لها كوليتس او تتلامس مع بعضها علشان تكون جسيمات كبيره شويه ووزنها اتقل عشان لما تدخل على الحيز بتاع السيديمنتيشن تترسب فيه. لما تترسب فيها ينتج حاجه اسمها سلاتش، يعني اللي هي الجسيمات اللي ترسبت بالاضافه لجزء الكواجولانت اللي ترسب برضو اللي هو ادي لها الشحنه الموجبه وترسب معاها. هيطلع من عندي هنا الى حد ما كلير ووتر او كليريفايد ووتر، ميه متروقه في من السيديمنتيشن بيزن ده، يدخل على رابيد ساند فلتر، يدخل على فلات الرمليه. الفلات الرمليه دي هتخلص من الجزء المتبقي من السسبندد سوليد. بعد كده بيحصل عندي الديسانفكشن، والديسانفكشن بيحصل في مرحلتين، ممكن في مرحله في الاول خالص هنا قبل الرابيد ميكسنج ومرحله نهائيه على الاقل يعني مرتين، علشان الديسانفكشن ده وظيفته هو تطهير المي او التخلص من الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده زي الجراثيم وزي الفيروسات وزي الميكروبات والكلام ده كله. بعد كده المي المنتجه بتدخل على ستورج وتتضخ على الديستريبيوشن شافت، الديستريبيوشن سيستم اللي هو شبكه توزيع المي في المدينه. اشكركم جزيلا، ودي كانت برضو محاضره تعتبر من ضمن المقدمات ان انا بتكلم على الامبيوريتيز الموجوده في المياه اللي انا وظيفتي كمحطه مياه بتخلص منها. اشكركم ونلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.